وضمن حثيث جهوده للاحتفاء بالمبدعين، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، افتتح في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة المعرض الفني مخرج 7 الذي ضم مشاريع تخرج طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة. يعود الإبداع مجددا إلى الذين اختاروا أن يكون الفن لهم غاية وجمالا، ويعود اللقاء مجددا مع داعمهم وقدوتهم، إذ افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة المعرض الفني لمشاريع تخرج طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة بمشاركة 37 طالبا وطالبة من خريجي الدفعة 7 لكلية الفنون الجميلة، مبديا إعجابه بمستوى الأعمال التي تتصل بالأبعاد الفكرية والثقافية والوطنية والعالمية المختلفة. أعمال فنية وهندسية متنوعة مستوحاة من الطبيعة كانت ضمن أجنحة المعرض الذي زاره صاحب السمو حاكم الشارقة متجولا مع الخريجين ومستعرضا تلك اللوحات التي تجسد كل منها طابعا فريدا من جماليات الفنون ومضامينها الراقية، ناهيك عن معان أخرى يرصد فيها التغيير في مجتمع الدولة من خلال التصوير الفوتوغرافي. وكعادته في مناقشة الأعمال الثقافية والفنية، استمع صاحب السمو حاكم الشارقة من الطلبة والطالبات إلى شرح مفصل عن عام تخرجهم، ليكون التفاعل بين عناصر الجمال والمجتمع هي غاية الفن ورسالته الهادفة ذات الجمال الساحر في عالم واسع متعدد الأشكال. لنشرة أخبار الدار، مراد الشباب.